ما حكم الرجل الزاني المتزوج في هذا الزمان الذي لا يطبق فيه الشرع وما يتوجب عليه فعله؟ عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان وقع في معصية قد وضع لها حد من الحدود سواء في الشريعة الإسلامية أو في غير الشريعة الإسلامية، بمعنى أنه كان يطبق الحدود، كان في دولة تطبق الحدود أم لم يكن في دولة تطبق الحدود، هذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستر على نفسه، والله سبحانه وتعالى يقبل من أحدنا دمعه ويقبل من أحدنا الندم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، فيكفيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. في الأمم السابقة كان فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، أما في أمتنا فيكفي الندم.